احتفلت الهند بحفل توزيع الجوائز لسينما 2023 على السجادة الحمراء، والذي حضر فيها المعنجون بوليود منهم كارتيك أريان، فارون دوان، كيرا أدفاني، بوجا هجدي، رشمي كاماندانا، شاهد كابور، تايجر شروف وآخرون. وكان هناك أيضا صانع الأفلام مثل بوني كابور، فيفيك راج كومار، سانتوشي أي المخرجي، كيرا أدفاني، كيتي شانون، عليا بهت، زارين خان، واللائحة الطويلة. وإليكم مقاطع فيديو من هذا الحفل